لا كتير بيتعاملوا ناس مؤسسات بتتعامل مع الأهرام في إعلانات. كانوا يقولوا لك إيه؟ ما بيدفعوش مثلا، تأخروا في السداد، فهم بيدوا شكات، الشكات تروح للنيابة والمحكمة. تمام؟ فمحامي كبير حكى لي قصة كده بس مش هحكيها. ليه؟ لا مش هحكيها، لا مش هحكيها، حفاظا على مؤسسة محترمة من فضلك. لا مش كل ما يعرف يبقى. فبيقول لي أنا رايح أتفاوض معاهم على موضوع إيه قصته يعني جدوله وكلام ده، وبعدين بفتح باب بالغلط فلقيت فلان الفلاني قاعد في البتاع. لا مش هقول، مش هقول، مش هقول، انسى، لا عايز يفهم يفهم. فطلع قال لي هو ايه اللي بيحصل في البلد؟ في البلد محامي كبير استاذ رجاء عطيه اللي كان نقيب محاميه هو اللي بيحكي لي الله يرحمه. وكان اللي ماسك الشؤون القانونيه عندهم، كان اللي ماسك ايه؟ اللي ماسك الشؤون القانونيه. الشؤون القانونيه في الوكاله في الاهرام كلها، في الاهرام كلها استاذ مصطفى البرتقالي اللي ابنه محمد لقيت البرتقالي عيله كبيره في الهرم اللي هو دلوقتي برضه ماسك الشؤون القانونيه عندهم، شخصيات محترمه يعني. فانا مش هقول. ف في حاجه غلط، وعايز اقول لك حاجه، في فساد اه في كل مواقع اه. هو انت لما تيجي تقرا القران الكريم مش في صور كتيره الفساد والمفسدين الساده، مش كده؟ الفساد ده من زمان. انت عايز مجتمع ملائكي؟ المجتمع الملائكي ده مش موجود حتى ايام سيدنا ادم لما اتولد. ليه؟ كان في ابليس وسطه، وابليس ده حيدانه موجود، وقال لربنا لما طردوا بقى قال له هغويهم الا عبادك المخلصين. الاخلاص مش المخلص، المخلصين، المخلصين اللي هو قلبه خالص لربنا. فهتلاقي ده في موضوع وكالة الإعلان اللي أنت أنشأتها دي صارت ومستمرة. عملت وكالة إعلان، أخذت موافقة بقناة زمالك وكالة إعلان، وهبدأ بقى قناة اشتغلناها. الوكالة المعلم بيسلم عليك بيقول لك مش عايزينك دلوقتي. المعلم مين؟ اللي مش عايزك. اللي هو مين؟ اللي مش طايقك. اللي هو مين؟ اللي مش طايق يشوف شكلك.